إن اليهود لم يكتفوا بمعاداة الأنبياء والصالحين، بل قاموا بعداء الملائكة. نعم، الملائكة المقربين الذين يفعلون ما أمرهم الله ولا يعصون الله، تجد لهم أعداء من اليهود. ومن هؤلاء الملائكة ملك كريم اختصه الله تعالى بالوحي للأنبياء والرسل، فإنا نحن المسلمون نحبه ونقول عليه السلام لتقديسه، فهو خلق مقرم من خلق الله، إنه الملاك جبريل الأمين عليه السلام. ما حكاية عداوة اليهود لهذا الملاك؟ ولما يكن له العداوة والبغضاء؟ تابعونا. ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا في خانة التعليقات، وهناك رجاء أن تكملوا هذه المرئية إلى نهايتها. السلام عليكم. إن اليهود الظالمون المجرمون لم تسلم الملائكة الكرام من بغضهم وكرههم وتأويل اليهود عليهم بالباطل. ومن أشد هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا سائلوك خمس، فإن أجبتها عرفنا أنك نبي واتبعناك. وذكر ما في هذا الحديث عما سأل اليهود الرسول، وهي خمس، وهي عما حرم إسرائيل على نفسه، وعن الرعد والبرق، وعن التأنيث والتذكير، وعن علامة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الملاك الموكل بهذه الرسالة لهذا الرسول. فأجابهم النبي عما سألوا، إلى أن قالوا: فأنبئنا من يأتيك بنبأ السماء يا أبا القاسم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جبريل الموكل بكل نبي. ولما سمع اليهود ذلك قالوا: ذلك الملاك الذي ينزل بالحرب والقتال، فهنا المفترق يا محمد، فلو كان ميكائيل لاتبعناك وآمنا بك وبايعناك. فتعجب النبي وقال: وما يمنعكم أن تصدقوه؟ فقالت اليهود: هذا عدونا ذاك عدونا، فلقد أهلك منا الكثير، ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والغيث والمطر لاتبعناك. فأنزل الله قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد جلس ابن حورية وهو أحد أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وقال للنبي: من الذي ينزل عليك بالوحي يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل الأمين عليه السلام. فقال اليهودي: لو كان غيره يا محمد لآمنا بك، إن جبريل عدونا فدائما ينزل بالخصف وبالعذاب. وقال أحد أحبار اليهود: إن جبريل عادانا مرارا وتكرارا، وكان من أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجلا يسمى بختنصر، وأخبرنا بالحين الذي كان يخرب فيه. فلما كان وقت بختنصر بعثنا رجل
من أقوى أقوياء بني إسرائيل لقتل ذلك الرجل. وهو في طريقه إلى أرض بابل قابل غلام صغير، فسأله الغلام: ماذا تريد؟ فقال له اليهودي: أريد أن أقابل بختنصر لأقتله حتى لا يخرب بيت المقدس، فلقد تنبأنا بهذا في التوراة وعلمنا أنه قد ولد. فقال الغلام: لو كان مقدرا خراب بيت المقدس فقد كتب عليه ذلك، فلا أحد يستطيع أن يرد القدر، فإن قتلت نفسا الآن فكأنما قتلت من في الأرض جميعا، وإن كان كذلك فلن تقدر عليه، لأن القدر نافذ لا محالة ولا نستطيع رده، وإن لم يكن ذلك فلما تريد أن تقتله؟ أي إن الغلام قال لذلك الرجل القوي: يا هذا، أما وقد ذكر في الكتاب أن بختنصر من سيقوم بتدمير بيت المقدس، فذلك من الأقدار التي لا محال من ردها، وإن لم يكن هو فلما تقتله؟ وإن كان هو فلن تستطيع أن ترده، فهذا قضاء الله وهذا قدره. فعاد اليهودي دون أن يقتل بختنصر، وعندما سأله قومه ماذا فعلت أخبرهم بنبأ الغلام، وعندما أخبرهم قالوا: إن جبريل هو من تمثل لك بهيئة الغلام وأقنعك بذلك. وعندما كبر بختنصر دخل بيت المقدس وخربه، ومنذ ذلك اليوم يكره اليهود جبريل. ولك أيها المشاهد الكريم وأيتها الأخت الغالية، إن اليهود من كبرهم لا يريدون لأحد أن يدخل في اليهودية، وإنما يريدون زعزعة الأديان الأخرى حتى لا يبقى إلا دينهم كما يزعمون. فعن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان له أرض خلف مدرسة لليهود، وكان كلما مر بها وجد مجلس اليهود فجلس معهم، وظن اليهود أن عمر يريد أن يرتد عن الإسلام، وإن لم يرتد أن عمر يريد أن يدخل في دين اليهود، وإن لم يدخل فليرتد فقط عن الإسلام. فكان عمر يجلس معهم ويسمع ما يقولون، فقال بعض اليهود لعمر بن الخطاب: والله يا عمر، ما أحب من أحد من أصحاب محمد منا إلا أنت، فإنهم يؤذوننا إذا مروا بنا وأنت لا، فوالله يا عمر نحن لا نريد إلا رجل مثلك. فقال عمر: والله ما أحببت أن أجالسكم حبا فيكم، ولكن أحببت أن أجالسكم لأزداد من تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأعلم عنه وأرى آثاره في كتابكم فيزداد الإيمان به. فقال اليهود: ومن يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا؟ فقال عمر: إنه جبريل ينزل عليه من السماء فيخبره بما تفعلون، ذلك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وكل ما نفعله، إنه ملاك جاءنا بالعذاب وجاءنا بالخصف. فقال عمر: تعرفون جبريل وتنكرون محمد؟ قالوا: نعم. قال عمر: أخبروني بمنزلة جبريل وميكائيل عند الله. فقالوا: إن جبريل عن اليمين وميكائيل عن اليسار. فقال عمر: الاثنان لا يحملون العداوة والبغضاء، فإني والله أشهد لمن كان عدو لجبريل فإنه عدو لميكائيل، ومن كان عدو لهما فإن الله عدو للكافرين. فإن جبريل وميكائيل عباد من عباد الله المخلصين، أما أنتم يا معشر اليهود فوالله إنكم أشد كفرا من الحمير. وعندما عاد عمر إلى رسول الله وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره بتلك الآية، وعندما أخبر عمر رسول الله ما كان من اليهود قال النبي: يا عمر، لقد وافقك الله
بهذه الآية، فقال عمر: يا رسول الله، والله ما وجدتني بعد هذا إلا أشد وأصلب في الإسلام. وهكذا أيها الأخوة، يتبين لنا على محض الزمان مهما اختلف أن اليهود طباعهم واحدة، لا يكنون إلا العداوة والبغضاء لله وللرسول وللأنبياء وللملائكة وللمؤمنين، بل وللنساء والأطفال والحيوانات. اللهم إنا نبرأ إليك من منكرهم، اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا النبي الأكرم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا في خانة التعليقات، فذلك يساعد القناة على الانتشار والتوسع. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، في أمان الله ورعايته.